السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في بودكاست جديد من بودكاست يابا. اليوم معنا ضيف عبد الودود معمري، طالب دكتوراه في دنمارك تكنيكال يونيفرسيتي، جامعة الدنمارك التقنية، والمجال تاعو هو سولار سيل ميترولوجي، المراقبة التقنية للخلايا الشمسية. مرحبا بك عبد الودود، يعني عطينا مقدمة صغيرة على الباركور تاعك ومن بعد ندخلوا في الحوار تاعك. السلام عليكم. اسمي معمر عبد الودود، مواليد 95، 1995، باك 2014 مات ديلام، ليسونس 2017 فيزيك دي ماتيريو، ماستر 2020 فيزيك ابليكي ولا فيزيك كوشمانس، ومن بعد دكتوراه في الجزائر، من بعد دكتوراه في الدنمارك. قدامك الله يبارك. دونك نبداو من الاول. دونك عندك باركور شويه انتيريسون، دونك نحكيو عليه اون ديتاي. نبداو بالحاجه الاولانيه، هي وعلاش خيرت ديجا لا فيزيك؟ علاش خيرت الفيزياء؟ اسكو كان عن بالك من الاول بلي راك حاب دير فيزياء كي جبت الباك، ولا علاش يعني سبيسيالمون الفيزياء؟ هي انا كي الفيزيك ليا بدات من الدوزيام اني ليسي، نهار شغل الفيزيك اللي تم بدات شويه تولي شويه سيري، مش كيما كانت بكري هضره، بدات تدخل فيها لي زيكواسيون، بدات سورتو كي كنا نقراو كونسرفيشن اوف انرجي و بريديكسيون تاع تقدر تحسب لا فيتاس اكسيتيرا. اللي تم ما تبدا تستوعب شويه، تلاقيت دي فيديو في اليوتيوب نشفع عليهم تاع كوانتم ميكانيكس، الفيديوز مازال نورمالمون اسمهم كوانتم تيمرز. ايه تو على من يحكيو هاد الكوانتم تيمرز؟ كنت يهضروا على فكره صغيره على شنو هما. الكوانتم تيمرز هادو يهضروا على هاو سترينج تقدر تقول كوانتم ميكانيكس از بارتيكل ويف دواليتي انتانجلمنت، حوايج اللي كنت في الوقت هذاك ما اصلا انت ما تعمل بالكش هذيك واش معناتها ويف اصلا الوقت هذاك. سما I was impressed to intrigued curious انه زيد تعرف اكثر. من تم بدات حاب نفهم حرفيا، حبيت نفهم وش هي هذه الكوانتم ميكانكس بشويه بشويه بشويه، وش هي الحاجه اللي لازم نديرها باش تفهمها اللي كاينه في الجزائر، اسمو باش ندير الباك ونقراها. كانت اسام اسام ايوا عشيت داير اسام، درت ديت الوقت تاعي ب 12.14، اسام كانت ب 10 الحمد لله. في قسنطينه، انت قريت في قسنطينه جامعه قسنطينه؟ ايوا اسام علوم الماده، ما بهنون ها قريت ما كي تكون حاجه انتريسي ليك تقرا دونك كان دونك كان عن بالك انك دونك الحاجه اللي شداتك للفيزياء هي الكوانتم فيزيكس من خلال هذا الفيديو اللي شفتهم، وحبيت حبيت نقولوا بتاتر ما ديت نظره هكا على وشنو هما لي فينومين اللي كاينين في الفيزيك كوانتيك، ومن بعد حبيت تفهم اكثر نقولوا شنو هو بعمق يعني، فخيرت انك دير فيزياء وبيان سور جوز على علوم الماده. دونك بديت فوالا، دونك بديت جامعه قسنطينه. لو كان تحكي لنا هكا تعطينا لمحه صغيره على نقولوا على بالي علوم ماده ومن بعد دوزيام اني فيزيك سور مود كونتر اون كوما، دونك واش كاين لي سبيسياليتي في تروازيام اني واش خيرت نتايا؟ كيما قلت انت العام الاول كان ترون كومان، الناس الكل قرا مع بعضها. العام الثاني ترون كومان فيزيك وشيمي اللي قريته انا، قريت انا فيزيك. العام الثالث كيما قلت بداو لي سبيسياليتي، دوك ما لبيش قادر يكون بدلو بخير ما قال لك حابين نديروها 4 سنين منا، دونك مازال مو مازال عام ابريت قلت حالا كانت ترون كومان عام ونص قبل ما ندخل انا. دونك المهم في السبيسياليتي هذو كاين شويه دي سبيسياليتي ساعات يتقفلوا ساعات يتحلوا، خطاكش مي منعوش ناس بزاف باه يوصلوا لا ليسونس والماستر. كنا نشفع عليها، دخلنا في 1500 العام هذاك دخلت فيه هنا. العام الثاني صفينا في 700 فيزيك، فيزيك وشيمي فيزيك وشيمي فيزيك وشيمي فيزيك، كنا بداك في 150 160
وزيد وراها يمنعوا ضرب واحد المياه 50 صافي متر بعاد. صافي من 1500 واحد في البريمياراني، لما تلحق لا ليسونس تلقى روحك 201 ويقرا فيزيك. اها، وهذوك المياه في دي سانك سبيسياليتي هكاك تخلصها في 18 20 22. دونك كل سبيساليتي هكاك تقريبا 20 واحد. ايوه، والماستر زيد. قبل ما نروحوا للماستر، دونك ايوه، شنو هي لا سبيساليتي انت اللي درتها في لا ليسونس بالضبط؟ فيزياء المواد، كاينه في فيزيك دي رايونمون، في فيزياء شاك الاشعاعات، في فيزيك تيوريك، فيزياء نظريه، في فيزيك انرجيتيك، فيزياء طاقوية، مش كاين تاني، هو فيزيك فوندامونتال. فيزيكم. انت أي خيرت قرار فيزيك دي ماتيريو. أنا خيرت فيزيك دي ماتيريال. فوالا، دونك قبل ما هنا يعني عندي سؤال صغير اللي كاين بزاف عباد يسقسوه، يقول لك كيفاش قدرت، على بالي بلي القراية على فيزيك صعيبة نوعا ما، كيفاش قدرت وشنو هي لا استراتيجي ديالك لما كنت تقرا باش تقدر تفهم وتنجح وتطلع وكلش؟ والله انا اللي قلت لك، انا كنت انتريسي، انا كنت لدرجه نقرا في الصيف، نكمل موديول في الصيف، فما اوكي ما كانتش لي هذيك تاع، ما كنتش نقرا به، نقرا تاع لا نوت، ولا انا ما كنت انتريسي جينيونلي انترستد كما يقولوها. بصح تبان لي كاين دي استراتيجي تقدر تدير هي لازمك توازن ما بين انك تفهم بزاف وما بين تجيب لا نوت. فما ننساوش، باسكو ايه، هنا عندي سؤال. جينيرالمون ماشي جينيرالمون، لا لا انتويتيفمون، ما دامك تفهم اوتوماتيكمون نورمالمون تجيب لا نوت، وهي في الحقيقة لا لا هي في الحقيقة فاهمين، مثلا. مش كيف كيف مهارة انك تجيب لا نوت ومهارة انك تفهم، مش كيف كيف، خلاص واش الفرق يقدروا مثلا؟ يتلاقاو. بصح مش كيف كيف، كيما بار اكزومبل كنا نقراو مثلا، نقولوها ميكانيك كلاسيك، ميكانيك كلاسيك تقرا مثلا، ما على باليش لي مومون، كيف تحسب لي مومون اكسيتيرا اكسيتيرا. دوك واش يخير البروف انه يدير في الكوريكولوم تاعو، واش هي الميكانيك كلاسيك، ما يكونوش كيف كيف. تما انت كنت تروح تقول انا نقرا ميكانيك كلاسيك، ما عندكش ما كتاب ولا ما عندكش ما سيري تاع فيديو في اليوتيوب، قادر طيح في دي بارتي بيان سور، كاين حوايج فوندامونتال في الميكانيك كلاسيك، بس قادر كيما ابسط حاجه اللي كنت نتلاقاها الديفيرونس هي النوتاسيون ما بين فرونس، النوتاسيون فرونسيز والنوتاسيون انجليز. تشوف بلي الفيكتور في عاد اللي يدير له فوق الشعار هذاك تاع ليشا ها، في انجليز يديروا بولد، يديروا جرا، ولا دوت كروس برودكت، الاخرين يديروا اكس، الاخر يديروا نقطة. الأخر هذيك هذاك ها هاي مثلث اللي يجي ما عندوش القاعدة تاعو. ايوه. دونك الحوايج هادو، ميم الطريقه تاع لي فرونسي في التفهام هي هذيك تاع يعمر لك، تخدم بزاف مات وخلاص. الطريقه تاع لي زونغلي قادر يفوت لك شويه خطوات تاع المات، يعطيك الكواسيون الاخرى يفهمك واش معناتها، هاو الترم هذا واش معناه، الترم هذا واش معناه، واش تقدروا نديروا بها. دونك كل واحد يحاول يكيليبري ما بين الحوايج هادو وكيفاه يدي لا نوت في انا واش ابسط حاجه واش تبان لي، هي انه واحد يقرا واش قال اسمه ياسيستي، يحضر واش قال يصرف في الكور، الجامعة او ميم طون يخصص الوقت الزايد هذاك باه يتوسع في البارتيات هذوك. باش يفهم أكثر واش الحاجات اللي ماهوش اللي ما كاينش في ال هايو، دونك تحافظ انك تحضر التادي تاعك وتمشي بالمنهجيه اللي يحبها الشيخ، او ميم طون تقدر تتوسع شويه في البلايص هذوك. دونك هنا لو كان نسقسيك هنايا مثلا زوج حاجات نسقسيك، ما هما اللي نقولوا المصادر اللي كنت تستعين بيهم باش مثلا دي فيديو في اليوتيوب ولا كتابات ولا ما على باليش، الحاجات اللي تستعين بهم باش تفهم افضل، وشنو هما الحاجات اللي كنت تستعين بهم باش تدي لانوت، باش تونطريني روحك باش تقدر تولي تدي لانوت مليح؟ باه تدي لا نوت، الحوايج اللي تحكمهم هو انك تهضم التادي تاعو بيان، تفهم عقليه الشيخ كما نقولوها. والدوزيام انك لا كان حاب تزيد تشوف كاش ما دي زيكزارسيس خارج هك ولا هك، تشوف مصادر اون جينيرال سورتو في الهكا في الاندر جراجويت فرنسيه، باسكو تكشف البروغرام الجيريان قريب يمشي. ايوه
يمشي على لي فرونسي، وميم لي زيكزارسيس لي فرونسي يمدوا فيهم صبر. الفهم انا اون جينيرال صعيبه نقرا، ما نقدرش نقرا اسمها ريدين شويه اسمها كنت نتفرج دي فيديو. شوف لي فيديو. ايوه ستانفورد كاين واحد بلاي ليست كلاسيكال ميكانيكس ستانفورد ام اي تي. ساعات ساعات من تحتاج كتقرا بارتيات من ويكيبيديا ولا الكتابات ما كانوش دونك تقدر تسمى كانت لا استراتيجي تاعك باش زعما تفهم خير تروح تحوس على دي فيديو تاع جامعات معروفين كيما ام اي تي ولا ستانفورد ايوه مثلا كلاسيكال فيزيكس، دونك تبدا بليش انا تلاقيت بيهم تاني ديجا بلاي ليست اللي فيها بالك 30 فيديو ولا حاجه كيما هكا، هكذا ايوه وتبدا تتبع. ومن بعد بارفوا كي تحب تتعمق في مثلا في حاجه معينه ولا مصطلح معين ما فهمتوش مليح، ولا جوجل ويكيبيديا تحوس وربما عليه سبيسيفيك ما حوس عليه ايوه سبيسيفيكمون. دونك اوكي دونك هذه هي الطريقه ديالك باش تقدر نقولوا تفهم خير. دونك هذا الامر انت خدمت به لما كنت في لا ليسونس. نسقسيك هنا سؤال، دونك فيزيك دي ماتيريو وشنو هما، باسكو فيزيك دي ماتيريو حاجه كبيره بزاف، وشنو هما الحاجات اللي كنتوا تركزوا عليهم في القرايه؟ ها دقيقة برك حاب نولي لواحد النقطة برك، حاب جميع من واحد اندر جراديويت يفهم باللي الحوايج في البريمير اني دوزيام اني وشوية من لا ليسونس كي تفهمهم تهضمهم وتفهمهم شفتو من قدام المصدر، كيما مثلا وش هو الانتروبي وش هو الكونسرفيشن اوف انرجي وش هي الانرجي، ام يروحوا معاك اللونج وي تروح بهم كيما نقولوا بعيد كيما نقولوا. معليش انا هنا نسقسيك سؤال، صحيح عندك الحق جوستو مادام ذكرت هذه النقطة، سؤال هكا بون بالنسبة لك وشنو هي الانرجي؟ واه مثلا هذا السؤال هذا الانرجي هنا ليا تقدر تشوف هي كاين قدام النظره تقدر تشوفها، بس ابسط حاجه نقدر نقولها كي اتس كونسيرفد كوانتيتي بكل بساطه، حاجه كونسيرفد ويز تايم تبدا تقدر تعرفها كيف نقول لك شغل بحوايج بدي كوانتيتي خلاف اون جينيرال تقدر تعرفها، ما تحب تعرفها بالماس تحب تعرفها بالانتراكسيون ما بين زوج حوايج، مي اون جينيرال تبان لي الحاجه اللي الفوندامنتال اللي تقدر تحبس فيها هي اتس كونسيرفد كوانتيتي عرفتي وكمية محفوظة محفوظه بالنسبه للزمن. بالزمن. اوكي دونك برك هنا باش نعاود نرجع للسؤال تاعي، كما قلت سي امبورطون امر مهم جدا انه الواحد يفهم هذا لي باس تاع لا فيزيك اللي عادة نقراوهم في البريمير اني والدوزيام اني وشويه كما قلت تروازيام اني. بالك ما على باليش انا حسب الاكسبيريونس ديالي، قد ما الواحد يفهم قد ما يبذل مجهود، ولازم يبذل مجهود كبير باش يفهم في البريمير وفي الدوزيام تروازيام اني ليسونس، مي مع الوقت وهو يافونسي يبدا يديكوفري بلي ما كانش فاهم مليح، وكل خطره راه يزيد يفهم خير. بيان سور تلقى دي فينومان اللي كانت تبان لك ما على باليش الماده تتفاعل كذا وخلاص يبين ثروت، من بعد تقول اه كاين واحد لي في تاسي فلان هذا يظهر في بلاصه معينه والناس مثلا يستعملوا فيه باه يديروا ما على باليش دي ديتكتور بلو مور بريسايس اكسيتيرا، تسمى كل ما تقدم كل ما تبوينت اكثر وتلقى باللي ماشي كيكبرك. صح. دونك هنا نولي السؤال ديالي، في الفيزيك دي ماتيريو لا ليسونس اللي كنت تقرا اللي كنت تقراها في قسنطينه اللي كنت فيها، دونك شنو هما الحاجات اللي كنتو تركزوا عليهم في الفيزيك دي ماتيريو؟ هو وش الحوايج اللي فوندامونتال في الفيزيك لي ماتيريو هي اونجي اسمها لي شي اللي قريته هي كوندنسد ماتر فيزيكس، وكوندنسد ماتر فيزيكس لازمك تقرا الكريستال كريستالوغرافي هذه تلعب بها اسمها تري فوندامونتال. من بعد رحنا بار اكزومبل الحوايج كوندنسد ماتر كي تحط قداه اتوم مع بعضهم واش معنات واش يصرى مثلا كي تحط قدام الاطعمه مع بعضها من ناحيه الالكتريك كوندكتيفيتي، تبدا تهضر على لي كونديكتور لي سيمي كونديكتور لي زيزولون، تبدا تهضر لي فينومين تاع ماني بودي انتراكشن لي فونون بار اكزومبل. واش كنا نقراو تاني هذا تقدر تقول موديل فيزيك سولي كنا نسميوه تسمى فيه فيزيك دي الكونسبت سولي ايوه فيزيك فيه الكونسبت هادو. كنا نقراو تاني دي موديول بلوز او موا كيما نقولوها مثلا كيما تخدم لي زالياج
واش اللي كي تحط الذهب مع كيف اسمه مع الكابر، فيدوب الذهب في الكابر باش من فايز تخرج لك. هذه ماشي ميتالورجي ولا هي بارتي منها. ثم كنا نقراو قدان حاجه، لانه ترونكوم شغل تعتبر تقيس قدان قدان حاجه، سيرتو في الحاجه البي فوندامونتال في الفيزيك دي ماتيريو، هي اللي ميثود كاركتيريزاسيون. انت كي تبعد دونك الضوء، تقراو تاني لي ميثود دو كاركتيريزاسيون. بيان سور، انت كي تبعد الضوء على ماده معينه واش تتوقع يخرج لك، واش لي فينومين بروبابل يخرجوا لك، واش من كاركتيريزاسيون باغ اكزومبل حاب نعرف خشونة السطح تاعي، واش من كاركتيريزاسيون ندير فيه باغ اكزومبل، ما باليش نعت لك اش ما سبيكتر هكا، البيك هذا واش يعني، واش معناه زاد نقص اعراض ولا مور اطروات. دوك هادو هما الحوايج اللي تكتسبهم من اللقطه تاع الكاركتيريزاسيون تاع الماده، واش قد يصرا في الماده او نيفو سورتو او نيفو اتوميك و الكتريك، اسمها الكتروني من ناحيه لي الكترون واش قد يصرا، مثلا اللي ترو الا كان قالت في السيمي كونديكتور، لي زيكسيتون، لي فونون، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هنا راح نسقسيك على بعض من هاد لي ميثود هادو ما وكلش، مي باش نزيدو نكملو شويه. دونك مور لا ليسونس خيرت ماستر، قلت لي فيزيك ابليكي هكا ولا اهي انا ما عرفتش كي ديت لا ليسونس، انا حبست عام. توقفت عام. ها التم مخطاكش ما على باليش واش كان في راسي واش كان في الجامعه، ما كانوش حوايج كيف كيف. انا تقرا في ستانفورد ومن بعد في الجزائر كاين شيخ شغل منه سيريو، كاين شيخ ماهوش سيريو، راك معايا؟ دوك صار لك هذاك الديكالاج تاع شغل كنضيع في وقتي واش قاعد يصرا. دوك اي هاد اي توك ا بريك تاع قلت I was considering سي بون ديت لا ليسونس نورمال تحبس مش مشكل. بيك ايوا في الوقت هذاك اي ستارتد كايند اوف بزنس، بديت شغل ورك شوب مع زوج صحابي ثاني، كنا نطبعوا لي تكستيل، نطبعوا لي لوغو هكا، ولا ميم كنا ساعات عا نخيطوا، مش حنا اللي نخيطوا بصح نشوفوا شكون اللي يخيط لنا. درنا فيها عام، ابري العام هذا زدت عاود لقيت اللي ماشي ليا ريتها، ثم جربتها وحاجه ما حبيتش في الاخر خرجتها باللي تسمى ما شي حاجة اللي تقدر ديرها ربما حياتك كامل ولا هاي واحد حاجه تاع انا بالاكاديميه حاجه ما عليهاش هكا، حاجه راسي بدا يخمل فهمتني، بدات هذيك تاع نحوس بقى اكتيف شويه بقى تعلم. دونك زدت عاوت وليت دخلت 2018 ماستر. ماستر، كيف خيرت الماستر ما نكذبش عليك ما كانتش شغل من وراها، هذه تقدر تقول مش بعاد ما كانوش بعاد على بعضها، كان فيزيك فيزيك دي ماتيريو، ماستر فيزيك دي ماتيريو، فيزيك ابليكي ونانو، نانو فيزيك. انا كيف خيرت على اساس انه نانو قوي مدو دي زانتروديكسيون برك، تدخل انت تلقى باغ اكزومبل نانو الكترونيك، واش هي نانو الكترونيك؟ نانو الكترونيك سمعنا تطبق نانو الكترونيك، عندك هكا شويه ريسنت ديفلوبمنت في النانو الكترونيك خلاص، تما ما كانش حاجه هكا جوهريه تحت تتعلمها سيريو. فيزيك ابلي فيزيك دي ماتيريو صراحه اللي كانوا مسؤولين عليهم ما كنتش نتفاهم معاهم، كيما نقول لكم ما نتفاهمش معاهم، ماشي ديك حاجه بيرسونيل، شغل قريت عندها اللي كانت عندهم ما عجبتنيش حرفيا، ما كنتش نستفاد من عندها، مش بنقول لكم ما عجبتنيش، انا ما كنتش نستفاد من عندها، قادر واحد اخر يستفاد من عندها، انا ما كنتش مستفاد من عندها، ما كانتش هذيك واحد تقدر تهضر معاها ولا فهمتني، تاع واحد هذيك تاع انا نجي قريكم وحكم بلاصتي وخلاص. دوك هذا تقدر تقول ما سبب ليا رحت الفيزيكا ابليكي، فيزيكا ابليكي دي كانت فيزيك دي كوشمانس، وتقدر تقول درك ليا كانت افضل شوا، لانه كانت تقري حاجه البلي اسمها حكمه سبيسياليتي واحده، تسمى انا كنقول لك درك اني سبيسياليست في فيزيك دي كوشمانس، اني سبيسياليست دي كوشمانس جوستومون. نحب نعرف وشنو هذه فيزيك دي كوشمانس.
ايوه هذه ليكوشمانس هما واش هي عباره؟ يعني عباره عن اي ماده اون جينيرال، مي راهي رقيقة هكا، رقيقة بزاف هي تكون. ريدوست في السايز لدرجه انها تكون ميكرو ميكرو في الثيكنس تاعها، دونك ولا ثيكنس يكون راوند. في المايكرومتر ولا أقل. هي سا ديبون، كاينين حتى اللي يروحوا كيما نعطيك اكزومبل اللي معروف بزاف، الجالفانيزاسيون. كي تحب تهز حاجه ميتال وتحميها من الصدى لازم يكوتد، ولا بار اكزومبل الصبغه اللي ديرها على اي حاجه باش تحميها من هذا تعتبر كدير انكوشمات، ولا كيما نقول لك نشلوا الذهب. هادو كل دي كوشمات، تحط طبقه طبقة رقيقه لحاجه. رقيقة. ايوا ابسط الحوايج اللي كانوا يديروهم الناس هما انهم يحميوها من الانفيرون. درك ولينا نو، ولينا مثلا نوادر نحطوا طبقه باه كي يدخل الضوء ما يفوتش اي ضوء، يفوت الدخول تفلتري وما يفوتش تفلتري الضوء. على حساب هاي ولا في الريتم. التليفونات بخي يقول لك اونتي جلار، لانكاسابل اونتي جلار، هذا كيما دير هكا ما تشوفش، تشوف شغل تشوف التصويره اللي قعدت منعكسه على التليفون بصح تشوفها هكا ما تبانش مليح. بار كونتر لي تليفون اللي قبل كانوا يعكسوا الضوء، كيما تشوف بالايكرون تاع التليفون تشوف كل مرايه هكا بارتي منه كل مرايه، كي هنا تحطها لانكاسابل تولي تشوفوها هكا ما اللي اسمه انتي ريفلكتيف كوتين فوالا، هنا تقلع نجي على ريفليكشن. نسقسيك على الانتي ريفليكشن هذه، انتي ريفليكتد كوتين هذه. شحال تيكنس ديجا؟ واش من مادة والتيكنس تاع هذه المادة شحال؟ هو سا ديبون لابليكاسيون، كيما الشيء اللي حاب نخدمه هنا الوحده واش نحكموا، نهزوا طرف بلاستيك نيلو حرفين كورقه تاع نيلو تاع ثيكنس تاع بالميكرون هكا سمو كيما يشبه البلاستيك اللي تستعملوا في قرعه ما بصح هو شويه تن عليه، ومن بعد سيلوفان، كيما سيلوفان ولا مثلا كيما سيلوفان هو شويه ريجيد عليه حاكم روحه شويه، حاكم روح. ومن بعد واش دير؟ ومن بعد تطبع عليها باترن موتيف هكا ولا هاك شغل حاجة بيريوديك تتعاود، كمثل مثلثات في مثلثات، المثلثات هذو كي يطيح عليهم الضوء ينكسر بطريقة انه يقعد في السرفاس هذيك ما يعاودش يولي. ما يعاودش يولي. مثلا هذه تعتبر انك تموديفي السرفاس اكثر من انك تطبق عليه حاجة. فهمت دونك تقعد يعني هذا مثلا في المثال هذا يقعد ترانسبارنت بصح ايوه ما كانش الريفليكشن. بصح الضوء ما يجيش تعكس يديفيزا في وسطه بعد ثم يخبط ويمشي فيه. دونك هاد لا سبيساليتي تاع لي كوشمانس اللي قريتها نتايا في الماستر. ايوه كيف ديبو، كيف تكريهم، كيف تنظفهم، كاينين حايد ما تجي تحط كوش فوق كوش ما تلصقلكش، لازمك القديمه تتريتيها باش تحط فوقها الجديده. وتاني ولا قريتو دي ميثود دو كاركتيريزاسيون وكلش. بيان سور بصح سبيسياليست هادو خطاكش عندهم عندهم خصوصيات، كيما دير هكا كوش رقيقه ما تكونش دونس كيما نفس المادة بصح هي فوليومي كبيرة كيلو من نفس الحاجة هذه وكوش رقيقة هذيك تلقاها أقل من الدونسيتي. دوك عندها خصائص، عندها شوية سبيسيفيكيشنز ولا هنا برك بارابور. جوستومون كوشمانس هي نفسها بالانجلي ثين فيلمز هكا، هي نفسها. هنا دونك جيت حنسقسيك من قبيل برك نسيت، اسكو كاين تيسيس، كاين ستاج هكا ولا تيسيس تاز في سمول يعني تيسيس في الباتشلور ولا لا ولا غير في الماستر؟ ما درناش ايه دونك غير في ماستر. الماستر. هنا في الماستر كاين دي زيتيديون بتات راهم دوكا بالك ماستر ان ولا بالك راهم حيبداو يخيروا دوكا هذا التيسيس تاعهم. كيفاش كانت صرا العملية عندكم نقولوا في اختيار هذا التيسيس، وشنو هما الحاجات اللي تاخذهم بعين الاعتبار لما تجي تخير الموضوع اللي حتخدم عليه؟ في اللابو اللي خدمت فيه هذا لابو ال سي ام اي، لابو دي كوشماسي انترفاس، اللقطة كانت شغل يجيو دي بروف يبروبوزيو ويخليو لي ستوديو خير. يخير كنا في ربعة، تاع يغيب واحد شغل الكلاسة تفرح الرأي، في ربعة راه أربعة في لا سبيساليتي. أربعة في سويسرا. بون هو سجلنا في 8 ومن بعد
كاين اللي يسجلوا ما يجيش خطاك شغل على مستوى الوطني، الوطني، يقدر اي التحكيم واحد الوطني. يسجل. اها دونك كيفاش انت، واش هما الحاجات اللي خديتهم في عين الاعتبار باش تخير قولوا السوجي ديالك؟ انا ما كذبش عليك، كي وصلت للماستر وليت نمشي حوايج براتيك اكثر من حوايج اي حاجه خلاف في الجزائر لي انا. واش رحت درت؟ رحت خيرت مع البروف اللي نخدم معاه اللي يعطيني الحريه اكثر، تسمى باه نتعلم، فهمتني؟ خطاش كاينين دي بروف لانه الوقت ما يكفيش، يولي كي نقول لك شغل اللي يعاون ليتيديون بزاف. هو ما كذبوش، ما كيما تجي تشوف اي صح، شغل كي يكون ريسورسز ناقصين تولي ما تقدرش تجرب، ما تقدرش تكسر الحاجه هذيك باش تتعلم، دونك يولي ليميتي ليتيديون. دوك انا ليا رحت خيرت شكون ما واش منتاز نقدر نتعلم منها بزاف. هذه واحده. هناك شغل حبيت تقول مثلا اذا نقولوا تروح تخدم ان كومبوزون هكا معين ودير له نقولوا لا كاركتيريزاسيون تاعو، اذا كان انسان، اذا كان بروف ولا اللي ما يعطيش الحريه، واش معناها؟ معناها باش ما ياخدش الريسك انك هذاك الكومبوزون ولا هذاك السامبل هذاك تفسدو، ولا لازم تما لازم تروح تزيد تعاود تخدم واحد اخر، وهكا راك نقولوا راك تصرف، راك تستهلك يعني دي ريسورس. ايوه دونك هما باش ياخذوا هذا، باش ايفيتيو هذا الامر هذا لعده اسباب، هما يروحوا يقوموا بهذا العمل ولا ايوه ولا يو يعطيك حاجه بارتي منه، واجده، ولا يعطيك يعطيك حاجه حاجه واجده واجده، ديريكت ولا ايه بار لانه كونتر. يعطيك حاجه واجده لانه ما كانش ريسورسز حرفيا. كاينين اللي حتى يعاودوا يريدوا يخدموا من قبل، هو خدم على حاجه في الدكتوراه تاعو ولا يعطي مثلك تخدمها. تما اوكي بار كونتر لما انت خيرت تخدم مع نقولوا هذا البروف اللي يمدلك لا ليبرتي كتر، دونك هنايا شغل الامر افضل من هذه الناحيه. بيان سور تتعلم حرفيا. واش هو انا السجل اللي خدمت عليه انت؟ فوالا خدمت على دي كوش مانس تاع زنك زدنو، زنك اوكسايد وكوبالت اوكسايد سي او 3 او 4، بصح كنا نخلطوهم ونديرو كوش فينال من اجل فوتوكاتاليز، ابليكاسيون فوتوكاتاليز. فوتوكاتاليز هو بكل بساطة كاين دي كولورون ملونات أشياء غذائية بصح ما يتحللوش طبيعيا، يقعدوا في الماء ما لا نهاية، مش بون مش ما لا نهاية، بصح هذا على الأقل يقعد بالك 20 سنة ولا. دونك تعاون بهادو لي كوشماس، تسلط عليه شويه ضو يتفاعل مع السيرفاس تاعو، يعاود يصرى اوكسيداسيون ريدكسيون مع السيرفاس بالضو فوتو كاتاليز. تسمى هذا الكوشماس تصرف على انها كاتاليز، تتوسط التفاعل هذا تاع الكولورون يولي موش كولورون. كفات تستي حرفيا قبل ما تعرضوا الكوش هذه يكون زرق، ورا مثلا نقولوا 5 سوايع يولي اقل زرقاء ويا رايحه. فهمت. دونك هذا السوجي اللي خدمت عليه في ال ها بصح خدموا عليه بزاف، هذه اسمها باش يكون بزاف بزاف، تسمى الفينومان واضحه كلش واضح، الناس حابه توبتيميزي في المواد، مواد في المواد. رخيصه. كيفاه جبت المواد خدمتهم ثاني بطريقه رخيصه، بطريقه جرين، حوايج كيما ماشي كيف ما قلت. دونك هذا السوجي ديالك تاع الماستر دو، ومن ايوه. بعدها ومن بعدها بون من بعدها اسكو بارتيسيبي ديريكت في الكونكور تاع الدكتوراه، ولا زدت ريحت عام، ولا كيفاش؟ هي دقيقة، انا نحب نقول برك انه شغل لاي واحد يسمع شغل دونت تيك شورت كات، كيما باغ اكزومبل درك قادر واحد يقول لك انا راح ندير لاتاز، نهز شات جي بي تي، نهز معلومة من شات جي بي تي يكتبها لي ليه. بصح درك ما على باليش ورا 5 سنين 6 سنين وانت في الدومين كي تقول لي نوتيليزي شات جي بي تي، داكور لانك كتبت دو تروا زارتيكل ولا تاز، على بالك واش قادير دوك تسهل عليك. بصح تبدا بيه بعد راك كتراطي في 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 في, في سكيل معينه اللي هي كيف تكتب وكيف تنتربريتي لي ريزولتا. شات جي بي تي يقدر يعاونك،
دونك ما دون سكيب الخطوات هذو، خطاكش انا واش صرات لي اني طحت في وقت الكوفيد. لا تيز تاعي كتبتها كلمه بكلمه، كان عندي الوقت حرفيا. سوتنيت في سبتمبر سبتمبر 2020. 2020، دونك قبل ورا ما كتبتها كلمه بكلمه لقيت روحي تحسنت في لونجلي. في كيف تعبر، كيف تكتب، كيف تنظم لا تيز تاعك. بار كونتر كنت تسهلها هكا بتاع شات جي بي تي، قادر ما تلحقش انك بتعلمش. تتعلم هذا. ايوه بصح هنا هاد البوا هذا انا ما عنديش معلومات عليه، باسكو تشات جي بي تي بدا تقريبا العام اللي فات هذا الوقت، راني شافي هذا الوقت العام اللي فات اللي بدا تقريبا. قبلها كان بيان سور كي تحب تكتب تيسيس تروح تكتب، ايوه هذه هي. مي دوكا اسكو انت جازو عليك ديجا هكا شفت هكا دي تيز هكا مكتوبين بتشات جي بي تي، ولا ناس اللي خدموا بتشات جي بي تي وشفت الفرق بيناتهم، ولا كيفاش؟ واش اللي خلاك تحس واش اللي خلاك واش اللي خلاك تحكي على هذا البوان هذايا وتمدو كملاحظة وكلش؟ انا خطاك على بالي في الجزائر لضيق الوقت كحت تولي تهز اي شورت كات بوسيبل تختصر كيف ما كان. واحد من الحلول هو شات جي بي تي ترتو في الكتابه. كاينين بصح ايه كاينين اللي كوبي كولي بكري. بزاف كانوا بزاف ايوا كوبي كولي ما يكسرش راسه ما والو، دول قادر باش يسامبليفي ولا يدير اللقطات هذه. انا تقدر تقول هين، تقدر تقول الشيء اللي فات عليا هما وحايد كون كادريت مع الانكادرور تاعي. اذا اخدمو بشات جي بي تي صافي واش يدير، يدخل تشات جي بي تي. شغل هذه حاجه بوتيتر باسكو مازال ما نعرفش مليح كيفاش نتعامل مع تشات جي بي تي في هاد لي سوجي تاع لا ريشيرش، ولا بالك في امور واحد اخرين بالك تعلمت شويه. مي في تشات جي بي تي واش يدير شغل؟ واش زعما واش الحاجه اللي يديرها؟ على باليش كيفاش يدير. هي هو كيما هذا ديك البينوم هذا اللي خدمت معاهم. كان بار اكزومبل يدخل عندنا دي رجل تاع معينين كنا حنا نكتبوا بهم لاطيس تاعهم، يقول مثلا واش هو، يسقسي شات جي بي تي واش هو السبب اللي زادت به مثلا الجاب كيما زدنا كونسنتراسيون تاع الحاجه. شات جي بي تي واش يدير؟ يعطيك معلومه اون جينيرال اسمها جينيرال فيها باللي الحاجه هذه تعتمد على الحاجه هذه، بصح باه تردها تفسر الشيء تاعك قادر مش بالبساطه هذيك. تولي انت تزيد تقصير، تقول له مثلا اعطيني دي ريسورس على واش قاعد تقول، يقول لك لقى سي فلان وفلان الحاجه هذه، تروح تحوس على واش قال ما تلقاهمش. صح هذه تلاقيت بها. صح كاين مره نسيت كنا وركشوب ولا حاجه هكا وين تشات جي بي تي عطانا اون ليست تاع لي ريفيرونس، بعض منهم هو اختلقهم ما يكزيستيوش اصلا. ايوه تلقى تراسه تلقى الضو يقدر يمدوه لك، بصح الكاتب وش على ودم وش كيف كيف. صح مره تشات جي بي تي كنت نسيت مش كنت نحوس حاجه في شفيت كتبت له قلت له واش هما العلماء في التاريخ المعروفين اللي اصلهم من الجزائر، يبقى عطاني واحد الاسماوات ما يكزيستيوش اصلا. ايه ساعة ساعة يعني. دونك البروبليم هذا تاع تشات جي بي تي صح. الحاجه الاولانيه وماشي برك تشات جي بي تي، باسكو ميم تاني قبل تشات جي بي تي كانوا بزاف هذا بابيش بالك في الجزائر. لا مي في الاوروب هنا كاين بزاف اللي يخدموا في بالبريميوم كوريكتورز، وين تلقاه ما يبذلش هذاك المجهود الكبير في انه يتعلم نقولوا من الاخطاء تاعو وكلش، تلقاه خلاص عنده اللي يدير له هذه الحاجه علاش يروح يتعلم. بون بيان سور مع تشات جي بي تي الامر بير، دونك تشات جي بي تي تقدر تقول له يكتب لك النص كومبلي وحده دايما والو. مي صح هذه هي دوك الميساج، عندك الحق دوك هو الميساج هذا للواحد للإتيديون اللي راهو حاب يتعلم انه يبذل هذاك المجهود. ربما نقدر نقول انا رايي انه دوك تشات جي بي تي وهذا الامور اللي مثل تشات جي بي تي امر ما تقدرش كيفاش تيفيتيها، دوك راهي واقع في وقتنا دوكا.
تبان لي ربما افضل طريقه هو تعلم كيفاش تخدم به، ماشي تتكل عليه في كلش، تتكل على روحك وتتعلم شغل كيفاش توبتيميزي الخدمه تاعك. هذه هي اكزاكتومون. ها انا ليا درك بار اكزومبل كي نحب نخدم به، عندي ايدي بار اكزومبل، سميني سير اسكو الحاجه دي تصلح مثلا. انا ما على باليش شغل ما نكونش قريتها اكزاكتومون، عندي شويه ضوء على ليدي هذه مثلا، نكون نسلط الضوء على الحاجه هذيك، ها واش قادر يخرج. انا تبان لي ها واش كنسقسيه اسكو صح تخرج هذه هكا ولا لا. لا تاع بصح كي نحب نديرها قد قد نبدا نديرها قد قد، مش ما نستناش هو اللي يعطيني الحاجه ماشي حتى ونديها ك سي بون. دوك ولا دوك. هنا برك جبت هذا الاخر باش تهضر على التيسيس تاع الماستر اللي كتبتها بالانجلي. ايوه دونك حبيت. الامر الامر شائع هذه، ما نعرفش انا باسكو ما قريتش ماستر في الجزائر. اسكو الامر زعما ليتيديون يقدر يخير انه يدير بالانجلي ولا بالفرنسي ولا هي هنا هي عندها بالك العام اللي فات ولا يقول لك بالعكس شجعوا البالون اونجلاز. بصح قبل بدا في البحث العلمي بداو تغاشي. ما كيما يحب اللي يحب يكتب اها اقل ماستر تيسيس، باسكو مور اها الماستر تيسيس باش يبيبلي ولا باينه لازم مون انجلي لازم. ايوه مي قبل فوالا. دونك باش نكملو، واش درت مور الماستر؟ دونك ما كملت الماستر. ما عمر الماستر بعد تعطل شويه، قلت لك مع الكوفيد يدو راح بين الكونكور لمارس 2021، نورمالمون يكون نقولوها ماكسيموم ديسمبر 2020، راح حتى مارس 2021 دخلت الكونكور. بريبايت كانوا دي موديوس ما تاعي بعد تحل في برسك في سبيسياليتي تاعي، زدت لونسيت فيهم وكلاسيت في الكونكور، كلاسيت انا الاول، خيرت واش حبيت. وها دونك هنايا نشفى مرة حكينا قلت لي بلي لو بيت ديالك كان انك ماشي فريمون تكمل البي اتش دي في الجزائر قد ما كان انك تربح اكسبيريونس اللي تخليك ربما دير حاجة خارج الجزائر ولا. ودونك على بالي راك بي اتش دي ستودنت في هنا في وسمو في دانمارك تكنيكال يونيفرسيتي. دونك لو كان تحكي لنا شوية لما السوجي اللي خيرته على اساس واش، وشو هما الحاجات اللي شتهم باللي راح يفيدوك في هذا الهدف تاعك وكلش. هي نجا خلص الماستر، وهو نشا عليها بالك ماستر ان ولا دو، كانت لا بورس هذيك تاع هنغاريا يمدوها من خلال الاولين، كنت انا الاول تاع الكلاسه دونك دفعت فيها. بصح ما لقيتش انكادرور من الكوتي الاخر، خاطرش فيها شويه شروط، يقول لك تلقى شكون اللي ينكادريك لهيه، ولازم تقبلك ثاني الجزائر في زوج ما بين عليهم. لونكادرور هضرت مع واحد كان سبيسياليست تاع مبدله، وفي الجزائر بعثنا دوسي ما ردونا ما والو. دونك تقدر تقول باش تخرج من البلاد في الوقت هذاك، عندك يا تشوف ماستر تفندي روحك تعشي صارف ما على باليش، تصرف في ما على باليش، باه تلحقك على بالك، تعرف على تروح الاقل لك تقرا 150 مليون عام دول. تروح تقرا تقرا كيما كاع الناس دوك راسك. ايوا ولا سمعنا بالنسبه لي الفيزا هذه هي يعني الفيزا، انك اولا علاوه راك رايح، ودوزيامون الفند نتاعك هكا باش يعطوك باش تخرج من الجزائر، هذا هو الفيزا الزوج اسهم، ما تشري بلي تاع الطيارات. دونك علاوه راك خارج ايتي كنت نقدر نلقى الفند اللي كان مش مفروز باه ليا باه تجيب 150 مليون، وما كانش كانت 150 مليون لازم كل عام لازمك تسمى جوب حرفيا. انا ليا كي تخرج للخارج لازم تخدم وباش تعيش وباينه سي نورمال. صحيح انا ليا واش قلت نلعب على اللقطه هذه، انه بس ديفلوبي سكيلز لازمين باه نلقى ديريكت اوفر تاع بي اتش دي. علاه؟ لانه العالم برك بكل ينفستي في الساينس حرفيا، على بالك بلي الساينس يدي صوارد، لازمك تبقى تجرب تاستي، لازمك ورك فورس حرفيا ديت عامله. دونك هي دخلت باه نطلع السي في تاعي، وشي الناس باه يستعرفوا بيك، انت تقول له انا قريت مثلا من الجزائر ولا ايش حاجه معترف بها هايوي، دونك لازمك حاجه لي شويه انترناسيونال،
وشي هما بالنسبة لي واش كانوا لي بوبليكاسيون. دونك لازم منين ندير بي اتش دي تم بان بيبلي اكبر عدد ممكن ونحوس على دات في الخارج. دونك دخلت الكونكور على اي اساس؟ خيرت اللابو تاعي بعد لانه براسك تحل في اللابو تاعي تسمى نعرفهم مجموعة من تم. انا واش همي؟ كان همي انه نبيبلي حرفيا، هيا نختم فوالا دونك بيبلي. هذا هو انت شغل شغل ما كانش همك انك فريمون بس انك تسوتني في الجزائر كيما كان همك انك تدخل لهاد لا سبيساليتي تزيد تميتريزي كتر نقولوا كامل لي ميثود اللي يتعلقوا بهذا الدومين ومنه هكا تروح تبيبلي يكون عندك حطهم في السي بيبرز في تحوس على اوفر. تحطهم في السي في وراك تحوس على اوفر وتحط في السي في باللي كنت تخدم بالك ريسيرش اسيستنت ولا هكاك بعد دونك كيفاش كانت الاكسبيريونس ديالك هذه؟ شحال دوزت ديجا من الفتره تاع بي اتش دي في الجزائر؟ في قسنطينه بعد ثاني توجو قريب 6 سنين. 3 سنين. ايه انا اللي الشيء اللي عاونني تم هما الناس اللي خدمت معاهم، ما كانوا ناس خدامين كما هذا ياسين بوعشيبه، هو كان كون كادر تاعي، عادل طعبوش، كانوا عندهم الاسم، كانوا اصلا الخدمه تاعهم ويل استابليش، انهم عندهم دي كونتاكت، تحب دير دي اكس تلقى ما وين ديرها. وشنو بصح هذه؟ هما اكس راي ديفراكشن، اكس راي ديفراكشن سما او هذه ميم طون اون ميثود دو كاركتيريزاسيون. كاركتيريزاسيون، اسمها دي بيسك خلاص باه تقول واش عندي واش هي لاكوش تاعي. بصح او ميم طون واش كان في الجزائر اون جينيرال، البحث العلمي كيف يمشي اذا كان انت خدام وعندك صاحبك خدام لازمكم تستفادوا من بعضاكم، تسوين وين مثلا انا وياك درك انا نخدم على حاجه معينه، نبعث لك انت تخدم في لابو معين، خلاف عندك الكاركتيزاسيون الفلانيه دير هذه، نعاود نكتب بها انا نبيبلي نحط اسمك معايا، مثل ما تروحش هكاك برك تاع كيف نقول لك دير فيها مزيه ولا فهمني، خطاكش انت واش انت حاب تطلع هذه في الكراد، حاب تحوس لي بيبليكاسيون، انا ثاني نحوس لي بيبليكاسيون، هذا واش الموتيفاسيون الجزائر اون جينيرال. دوك طحت مع ماشي برك الجزائر لكن جو بونس في العالم كاع. نهار واحد نهار هذه واش معناها تكولابوري مع الناس ما هي بصح احنا الكولابوراسيون تاع عروشيه، صح مازلنا نمشيو بهذيك اللقطه تاع كيف صاحبي هذه صاحبك فاهم بالي تقطع صاحبي وصاحبك و ايه سمعت اللي طاح فيهم كيف نقول لك، شغل تتعامل مع واحد اون جينيرال، ما مش هذيك عرايشيه تاع بالنقمه ديالك، بصح تتعامل مع واحد تلقاه اوناد، ما بيبلي خدمت له خدمه سما بيبلي حط اسمك مره جايه تخدم معاه، بس درت معاه مزيه وما زادش دار ليك ولا من بعد بيبلي وحطك ما حطكش حتى في الريمارسيمون ما تجيش تعاود تخدم معاه. كاين هاد الظواهر انه زعما تخدم مع واحد هكا تخدم له خدمه بعد ما يحطكش ما يحطك كاينه هكوها، كاينه ديك اللي يوبليجي يقول لك دير لك حاجه سام انت نورمالمون تحطه في الريمارسيمون، اسمها حاجه مش حاجه اطابه برك، مش كاركتيريزاسيون فوندامونتال ولا، يقول لك اكتب لي معاك، وكاين اللي تخدم له وما يديرش عليه. دونك هادي تولي لاكس العباد، كاين اللي عنده لابو معليش وقاف عليه، ما هو يستفاد، ما الناس تستفاد. دونك انت هنايا الانفيرونمون اللي كنت فيه في جامعة قسنطينة كان انفيرونمون نقدر نقولو بوزيتيف اللي خلاك انك تخدم و هي انا السخايل انا دخلت مع قلت لك الكونكور ظهر النتائج تاعو ظهروا في افريل، ما جينا سجلنا منا من هي مي دخلت انا لقيت الكونكادر تاعي هذا قاعد ينكادري في زوج من البوليتكنيك، بديت نعاون فيهم، جينا خارجين الصيف في جوان ولا في جويي، حتى في جويي اعطاني لي ريزولتا هام الكاركتيزاسيون اللي درناها اكتب على الارتيكل، ضربت معاه 3 شهور هذو. بصح اسما كيما نقول لك هذيك يعطيك دي ريزولتا هكاك بعد ربي سهل عليك،
لازمك تلقى له علاه خطاكش الحاجه المهمه في البيبليكاسيون، لازمك مقدمه علاه درت الخدمه هذه، ماشي كاك برك، ماشي حكاية، لازم الحكاية هذه. صحيت، لازمك بروبليم حرفيا، لازمك كيما قلت حكايه مقدمه موتيفيشن ومن بعد بروبليم، ايوه البروبليم على والسوليسيون تاعك على. كيف كيف بدينا صح صح حنا جوايه اكتوبر، لما جا دخل العام الجديد 2000 جونفي هذاك ما تبيبلي، الله يبارك. دونك ما كان يعني جات تما، كانت عندك هذيك الفرصة الجيدة مادام كي طحت مع هاد الزوج هذوما، خلاوك انك ايوا او ميم طون كانوا يخدموا معايا واحد الكاركتريزاسيون، تسمى وليت انا هذيك هي خدمتي، قعدت لها وزدت توسعت فيها، تما درت حوايج وما ما كانش عندهم الوقت ولا باه يديروه، تما زيد قعدت انا ما قريت عليها بلي فوندامونتال، داك هو باغ اكزومبل واللي يخدم بها عنده مثلا 3 سنين 4 سنين، مش كيما دارهاش كيما كتاز، انا قعدت لها، تما كل ما زدت توسعت فيها كل ما زدت قدرت نقنع الشاب الببليشر باللي الشيء اللي خدمته ومليح. مليح. ما جات خلصت التروازيام اني خرجت بسي بيبليكاسيون الله يبارك ما شاء الله. تاع متوسط تاع في العام زوج. زوج في العام. هنا يجي سؤال تاع ربما الأمر شوية بلكي غريب ولا ما على باليش، بوتيتر سقسيتك من قبل هاد لا كيستيون. مثلا كاين دي دومين اللي بالك باش دير بيبليكاسيون في البي اتش دي كومبلي راك مليح راك فور، وكاين صحيح دونك واش الفرق بين كيفاش، واش الحاجات اللي تسمح انك في الدومين تاعك تقدر تخرج بهذا العدد من البيبليكاسيون؟ شفت لي اللي قاعد تقول لي ما تجيش خلص بي اتش دي دير بيبليكاسيون، هذوك هما الريفيرونس تاعي، تما باش تشوف النيفو تاع لا ريشيرش و اسمها سكيب، كيما انا واش اللي نخدم عليه، نخدم على انك تيلابوري الكوش تكاركتيريزيها وتفهم الخواص تاعها، لي لابوراسيون سامبل الكاركتيريزاسيون متوسطين في في النيفو تاعها، الانتربريتاسيون على واش عندك بعد ما تقدرش تجيب حاجه زايده وتبعت، بصح كاين الناس يخدموا على دي تكنيك جدد ولا قاعد يخدم على انفستيجيشن، ما على باليش دوك تروح لواحد قاعد يخدم عليك سينجل فوتون ايميترز، مش كيما شي نخدم عليه هنا، نخدم على نيفو تاع كوش تاع 400 نانو، هو يخدم على كوانتم دوت اللي فيها 5 نانو وشامبر فيد، فهمتني؟ فهذا الأمر يتطلب وقت أكثر ومجهود بيان أكثر. سور ريسورس كثر، قدام حاجه قادر حتى وحده ما يقدرش يدير الحاجه هذيك، تسمى تلقاها قدام معاها قدام واحد، وهكذا راه تما الأمر راح يخليه أنه يطول باش يلحق يبيبلي. تما هي في الصح كي نجيو نشوفوا بالك ربما لو بلوز امبورطون ماشي شحال دو بيبلي وكلش، مي لو بلوز امبورطون هو هذاك السوجي اللي راك تخدم اه عليه. بيان سور كاين دي سوجي اسمها في كاتين ادج، صح انا في الشيء اللي خدمت عليه ما كانش كاتين ادج، دروك الشيء اللي نخدم عليه راهو ابليكي الحاجه كوميرشال اكثر من انه كاتين ادج هكا تاع معرفه في الحاجه هذيك ولا دونك هذه تسمى ميمام كومام الامر ديجا مليح انك قدرت تبيبلي هذاك العدد من لي بيبليكاسيون في الجزائر، وهو اللي يسمح لك ربما ماشي ربما سور ديجا انت هذه كانت النية تاعك كي بديت البي اتش دي، اهم وهو اللي يسمح لك انك تروح وتحوس على اوفر تاع بي اتش دي خارج الجزائر في بلاصه افضل ودومين ربما افضل بروجي خير وكامل كيما راك حايب. دونك احكي لنا شويه على كيفاش بدات الخطوات انك تحوس على اوفر، وكيفاش حتى لقيت روحك في الدنمارك تكنيكال يونيفرسيتي. اها هو كيما كنت مبريباري من خلال الكونكور كنت لك تاع الدكتوره، تما قنعت بلي لي بيبليكاسيون خطاكش، بديت نبعث السي في تاعي كاش ما بلايص هذاك فريشلي جراديويتد، تما ماني خاطر والو ما كانش يديروا عليك،
بلاصة الناس اللي خدمت معاهم ما مش معروفين، ما عندك والو، عندك ماستر برك دونك ما كانش تعني هاي وي. قلت لك انا قررت ندير اللقطة هذه ابري الوقت اللي استغرقته باه طلع شوية سيفي، نظم شوية سيفي. عقبت الايلت حاولت نجي فيه الماكسيموم، جبت فيه واحد 7 طيبك ما عليهاش، اون جينيرال 6.5 6 تفرزك. سبعة ستة ونص تكفي ايوه 6.5 تدخلك في كامبريدج. دخلك بارتي واحد ايوه هاي قلت لك نظمت السي في عند كاين بين ندخل في فايند بي اتش دي، كاين واحد السيت اسمه فايند بي اتش دي، سيت اسمه اكاديميك بوزيشنز، والسيت اللي كنت ندور فيه تاني جوبز يو كي، بصح اسمها فيها قد كل جوبز بوسيبل. شكون كنت بعت واحد ال 120 اوفر، كما ديك ساعه ندخل فكرة لاتر دو موتيفاسيون بون درتها انا، فكرة ريكومونداسيون زوج ولا ثلاثة من عندي بروفيسور تاعي، الايلتس ترجمت كلش، سي في برك. اون جينيرال هادو هما الحوايج، كاين اللي يطلبوا حوايج هك وهك بصح مش بصح في المتوسط هادو هما. هذا هو البلوس امبورطون، نهار السي في تاعك يكون فيه كامل لي زانفورماسيون لي بيبليكاسيون لي درتهم واش قريت وكيما تقول ايتس موتيفيشن ليتر سي بون، هذا هو الصح. هايو العقلية اللي كنت بيها أنا، أي سوجي شاك كي ندخل هكا كنت نقرا السوجي هذا واش فيه، أي سوجي كنت نقدر نهضر فيه مدة ربع ساعة نبعتي. تما ما تقدرش تقول هذا السوجي اللي تكون بريباري له ولا امبوسيبل، يعني تعرفوه يا ما تعرفوش. بصح مشيت بالعقلية دي نهضر فيه تاع ربع، عندي ايدي عليه، خطاكش على بالي بلي دوك انت حدير دكتوراه، مش متوقعش منك ان على بالك بالحد سينو، ومش حي شغل لو كنا انت على بالك بالحل كنا السوجي بسيط لدرجة انه يحتاج كحافي. دونك وجميع من حاجة كنا نقدر نبعث لها بالعقلية اللي كان دي دومان كانوا بعد هذيا، كما نقول لك بار اكزومبل في سويدن في واحد الجامعة دومان كان في اولاد اورجانيك لايت ايميتين دايودز، نجامي قريت الاورجانيك ما نعرفهاش، انا نعرفها غير مدلسي مستبعد. ودرنا انترفيو وقال لي اسمع ديت لاكسبتاسيون حرفين. دونك قلت لك بقيت نبعت بقيت نبعت بقيت نبعت، بديت نبعت في يقول في فري في فري ما جات، وصل لي مارس ولا قلت واحد 120 ابعت بقى حرفين، ما ديك تاع اي اوبوزيسيون بوسيبل نروح ما فيهاش. بداو لي زانترفيو، درت لي زانترفيو مع اليو كي، راك تعرف مع الاول تبدا تجرب، مش تجرب تبدا شي تبدا تجرب مر ترايو بس. ايوه كل ما تجوز انترفيو ديكوفري ربما بعض الغلطات اللي تصححهم في الانترفيو اللي راهو جاي و... ايوا دونك هي مع الاول شويه كنت نهضر بوي كان اللي قال نكتب في ريسيرش بيب، حنا درنا وحنا درنا، بصح هما يحوسك انت واش عارف هاد الحاجة والله. شو هاد الحاجة واحدة من لي زانترفيو تاعي الأولانيين قاعد نقول هكا ودرنا درنا حتى واحد بسني شكون نتوما هادي نتوما اللي ايه درتو ايه صح خاطرش مش عيجيبك انتوما وكل يحوس على واحد. صح دوك صح ديه درت معاه واحد في ايرلندا، ايرلندا اليو كي ايطالي دنمارك وفي فرنسا، درت زوج معاه في فرنسا سويدن. كاينين اللي كنت حنديرهم بعد كي قبلت الاوفر هذا حبست، واحد في استراليا وحايد في فرنسا بالك تاني وحايد في سويدن تاني. فانت بيان سور درت تاني مع هادو اللي راك معاهم في الدنمارك، وبيسك كيش كيف ديسيدي انك تجي للدنمارك سي بون تما حبس ما وليتش بيان سي ما تضيعلهمش وقتهم ما تضيعش وقت. سي فري سي فري ايوا الانترفيوز اون جينيرال كانوا هذيك تاع انت واش دير واش راك انتريسي واش المهارات اللي عندك ونعيطوا لك ان شاء الله. هذا الانترفيو الثاني هذا في الدنمارك، الانترفيو الثاني قال لي بروبوزينا حل،
يبقى عندك واحد التراجع. يعطيك بروبليم ويقول لك خلينا في حل. ها الشيء اللي قاعدين نخدموا فيه بعد، قال لي بروبوزي لنا حل، عندك واحد دو جور هكا، قال لي بعته لي قبل 12 تاع الليل في النهار الفلاني، نشفع عليها الاول تاع رمضان تاع عام اللي فات. ايه سهر معاه شويه منا، بعته له، درنا دخلنا في 77 في الكونكور هذا، وراها خيروا 10 في الانترفيو الاول، وراها خيروا 4، ومن بعد بعثوا لي ليا برك الاوفر فينال، ماي جاد قال لي هي وراها بربع بربع ولا نص ساعه، قال لي وير اسمها رانا وير امبرست امبرست ولا هابي تو، نسيت المهم نسيت واش قال لي اكزاكت بالمهارات اللي عندك، وي وود لايك تو اوفر يو بوزيشن، ورد بوزيشن لنا في اقرب وقت. كانت بينه هو بين تاع فرانس وبينه حياة سويدن. كنت زيتي بين كان عندك هالثلاث اختيارات كنت ايوا تختار بيناتهم. الشيء اللي حبيت انا فرنسا ما نكذبش عليك، ما عندك ما عارف كنت تخمم وراها، انت فرنسا نورمالمون يدونا 3 شهور حنا كوم دي زالجيريان باش تقعد تخدم، هنا في الدنمارك يمد لك عامين باش تقعد ورا ما تخلص باش تلقى خدمة. كنت تخمم مور ما تكمل بي اتش دي. ياسر سويدن كان يمد لك 6 شهور ومن بعد التام تاع الاخر تاع فرنسا كان اكاديميك تاع اكاديميك تاع ابصر، هنا كان مع شركه هادي فوم فانكشنال اورجانيك ماتيريالز، تسمع يعطيني الفرصه اني من بعد نحب ندخل لاندستري ندخل لاندستري. الدومين وشي هو انهم عن كاين ما يسمى رول تو رول كوتين، اللي هو يديبوزي ودي كوش بصح بون ميثود سامبل من انطلاقا من السائل، كلي يقراطيوه كيما الكريسمي وهذاك اللي يديروا ماسون ولا هذاك الكارطو به كراطوار حرفيا بواحد لاطات هكا حاجه تبوسي ولا كراطوار يمشي معاه، تخرج لاكو تبدل تحط 3 كوش هكا فوق بعضهم ولا، ومن بعد تحط لهم الانود تاعك اللي هو الاجي تقفلهم عندك سولار سيل. بون كان سامبليفي، بيان سور هما واش يحوسوا يكون عندهم ما بيزمان قاعده يصرى خطاك شي قاعده تمشي وهي قاعده تحط في الانك، ما بيزمان قاعده تمشي نعرف واش قاعد يصرى في لاكوش، اسكو مليحه الكاليتي ولا مش مليحه، باه ما نبقاش نحبس نقص نروح نكاركتيريزي سمانه نعاود نولي حبس عاود نقص الضغط وزيد الفلو وعرض شويه، فهمتني؟ دونك تحوسوا كيفاش تلقاو الميثود وين ديروها ريل تايم هكا ولا هايوا تهز الكاركتيريزاسيون تحاول تمدهم لا ماشين هاوش تعد هاوش نحوس. دونك فوالا اخر كلمات تقدر تمدها هكا باش والله انت بان لي الحاجه اللي باش نقدر نمدها لاي واحد هكا سورتو في الجزائر شغل ما يخممش على واش هي صار من بعد بزاف اكثر ما انت مثلا قاعد تقرر كونسونطري انك تخرج افضل حاجه واش قاعد دير، علاه تبدا تقول مادامها ما فيهاش دوك نحب نطيح لاكارد درك ونقرا بالدزان، وتلقى في عوض انك فاتو 5 سنين واستفدت ومن بعد خرجت وبصر واش حيصرا ما يهمكش خدمه ولا مش خدمه هذيك، مي فاتو 5 سنين على حقهم، مش تبدا تمد النتيجه من الاخر وتقول انا ننجح للشاب 9 ولا المهم ندي الدبلوم ونروح نشوف ندير بحال، خاطرش ما من بعد في الجزائر ولي كومبيتونس ويتفرغ توقف يدير لك انترفيو، مش كيما واحد ما على بالوش واش قاعد يدير وواحد على بالوش قاعد يدير، اي ما في الجزائر هذه ثاني قاعده تتبدل بشويه لي كومبيتونس بداو شويه ياكل، لانه الشغل المدن كبار وما بقاتش ديما المعرفه، المعرفه قاعده تاكل 30 40% بصح نو ما تقدرش تعتمد على المعرفه، ماكش ديما حتلقى واحد قرا شيمي كذا ولا شيمي اورغانيك ولا ان اورغانيك ولا تجيبو ولد عمك ماشي حتى ابيض داك الشيء، يجيب واحد قد دي ريكومونداسيون ديما تصرا هذه تا واحد يريكوموندي واحد بصح لي كومبيتونس هما اللي ياكل، مهمين دوك دخلت فيها الصوار ده لازم تكون على بالك واش كدير، مش تاع الدوله هذيك برك وجيب صاحبك وجيب ولد عمك، حنا بوكل مسالكين. بارك الله فيك على كامل هاد لي زانفورماسيون هادوما اللي راهو يسمعوا فينا، يعطيكم الصحة اللي قعدتوا تسمعوا حتى دوكا، نتلاقاو في حلقة جديدة إن شاء الله، السلام عليكم.